اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بث مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء ومن امام المسرح الكبير بكازا. هذه المنشاه الثقافيه اللي اكيد سنوات حنا مترقبين على ان هذا المسرح اللي مورانا والذي يسمى بالمسرح الكبير يتحل ويفتح ابوابه امام زوار ومحبي الفن اكيد من مدينه الدار البيضاء. معنا هذا المواطن هذا اللي اليوم متشوق ان يشوف هذا المسرح وكنتذكر ذكرياته مع هذه الساحه هذه قبل ما يتم انشاء هذا المسرح هذا واللي كتعتبر دعامه للفن المغربي واللي من المسارح الكبيره. المسرح الكبير في الدار البيضاء هو واحد المشروع اللي كبير وكبير بزاف ومن شانه انه يشكل قفزه نوعيه لهذا المجال الخاص بالفن الشارع. مشاهدينا الكرام غادي نحاول اننا نحضر هذا المواطن المغربي. مرحبا بك اليوم وفي اطار تطرقنا لهذا الموضوع كرابورتاج مغربي خاص بقناتكم قناه القرب شوف تي في معنا السيدة. تفضل السيدة، الا كنتي ممكن انك ترفع صوتك. كيفاش ذاك هذا المسرح هذا وكيفاش كدوز دائما؟ مزيان الحمد لله. عاو فكرني في داك الشيء اللي داز بكري، حنا مدين على المسرح ولكن هاد الدراري ما غايولفوش عليه. علاش؟ علاش؟ حيت عندهم متبعين البورطال ديك السيده التيك توك بزاف. يعني هاد الجينيراسيون غتلقاها مهتمه بالتيك توك. التيك توك ما لمسه حتى حيدوا الماتش ديال التيك توك، راه غادي يرجعوا غير يرجعوا للمسارح. واخا ملي كتشوف هاد المنشاه هادي تبارك الله شو قدام زينه، خاصه بغيتو يكون عمر، بغيتو يفتتح. بغيتو يفتتح ويعمر، عمر ولا كثير يدخلوا للشباب ويديروا شي ثمن رمزي. ماشي شي ثمن رمزي مثلا بحال 5 دراهم الواحد، الشباب يتشجعوا يبدا يعمروا المسرح. يعني بغيت هذا المسرح يفتح ابواب ديالو؟ لا، بغيت المسرح يفتح الابواب ديالو ويبداو الدراري من الصغر ديالهم من 3 سنين يدخلوا المسرح. يعني باش يتعود ودائما يتربى على انه يدي على المسرح. ما يبقاش يدي على التيك توك. ما شاء الله شو كاين ذاك البنيان هذا؟ البنيان زين الحمد لله، هادشي تاريخي يعني غتبقى ذكرى. يعني هذا معاد شديد. فتبارك الله ما شاء الله هذا المسرح الكبير الحمد هو لله. من المسارح الكبيرة المسارح الكبيرة في الدار البيضاء وحتى على مستوى القارة الإفريقية ديال محمد الخامس وديال سيدي بوليو. يعني من المؤسسات الثقافية الكبيرة. واخا إلا تحل هذا المعرض أو هذا المسرح هذا عفوا غادي تجي ليه أستاذ دائما تجي ليه، ولكن خاصهم ينقصوا التيك توك. إلا بغيتو يحيدوا الدراري التيك توك، يحيدوا سيدي التيك توك هذا. كيفاش شنو علاقة التيك توك بالمسرح؟ راه تعمقوا فيه بزاف. يعني ولاو هاد الجينيراسيون ما كتهتمش بهذا. كيتحطوا بزاف اسيدي التيك توك، باغي تسوقوا المسرح. واخا نتوما في وقتكم كانوا كتجيو تحضروا المسرحيات؟ كنا كنجيو ندخلوا المسرح، كندخلوا للسينما، ولكن ما كانش هاد الشيء ديال التيك توك. راه ما شاء الله هاد الشيء ديال الفيسبوك خرج على الدراري. يعني بحال ولا واحد الهجره لهاد القاعات يعني. ولات الهجره بهذا الشيء. تبارك الله عليك. واخا انت كتعقل على هاد الساحه اللي كان فيها الحمام من قبل، شو ذكرياتك مع هاد البلاصه هادي؟ ما شاء الله كنا حلوين، كنا كنقصروا بهاد الكره، كنت كتلعبوا فيها الكره هنا. يعني هنا ما كانت الانشاء كانوا الناس كيلعبوا فيه كره. تبارك الله. كره ديال الشراوط. الكره ديالك؟ كره ديال الشراوط زعما. كتسمع التوب وكتسمع كما تعلم فيها بودربايه، كما تعلم فيها الدولمي. ما شاء الله تبارك الرحمن. خرجوا من الدراري. يعني كنتوا كديروا مجهود. كنا كنديروا مجهود جبار. تبارك الله عليك. على بكري كان الكره كان شي مدرب ما كانوا الناس كيلعبوا على راسهم. تبارك الله عليك. يعني انت متسوق لهذا سوق المسرح يخدم. ان شاء الله يكون خير. ولكن مادام يشجعوا الشباب يديروا لهم شي اشهارات بلاصه كيديروا اشهار ديال اورانج، يديروا اشهارات للدراري ديال المسرح. يعني باش الناس يعرفوا بعدا راه كاين شحال من واحد ما عارفوش راه المسرح. واخا يدوز من حداه. يعني كاين الناس اللي ولكن نهار الاول خاصهم يفتحوه ويديروا بالمزاد. باش الناس تعود عليه. باش ما يدخلوا ذاك النهار الاول يتعودوا عليه شنو المسرح قداس وتكون واحد الحزف متناول. متناول الجامع. عائلة يتفرجوا فيها. يعني يكون فضاء عائلي وان شاء الله غيكونوا فيه ورشات اللي مشانهم من يخدموا هذا الفن هذا ويزيدوا به القدام. تبغي تجي هنا يجيبوا هذاك الممثل في الكوس. اييه. يجيبوا لي شي 6 ممثلين ولا 7 هما اللي بقوا واقفين على يعني هما يشدوا الامور ديالهم. هما يشدوا الامور ديال المسرح. يعني بغيت يداوي الاختصاص هما اللي يكونوا المؤطرين. مؤطرين هما اللي اثروا هذه الورشات. اييه ونعيمه الياس اوكي الحمد لله لو غيجيبوا الناس مؤطرين راه كاين. والحسن الجندي كاينين الناس. كاين اسماء كبيره في هذا المجال. كاين اسماء كبيره باقي الحمد لله. وعبد الله زيدان فلان وعازي فلان وفلان حتى هو الحمد لله. كاين عندنا الناس باقيين من الاولين. تبارك
فنتمنوا الخير ان شاء الله وبالصحه مثل هذا المسرح هذا فهو مهم. انت كنتي كتحضر دائما المسرحيات يا استاذ؟ كنحضر المسرح، كنحضر المسرح دائما، كنا كنسمع يعني وقت كلمتين ديال المسرح ديال الحي محمدي بزاف. يعني انتم كنتم ملمين بهذا، مهمين بالمسرح، كنتكلم بهذوك ديال الغيوان، الظاهره الغيوانيه بالحي محمدي. صحيح، وعاجل فلان، اي عاجل فلان، صرح ملح، صرح ملح، جواب جواب من جاب ولكن بكري احنا ما كانش تيك توك، ما كانش ما كانش هاد لي ريزو سوسيو، يعني كان هذا هو المتنفس، كان المتنفس الوحيد اللي عندكم. نتمنوا ان هاد القاعات اللي كتكون وهاد المشروع اللي كتقوم به اكيد الوزاره الوصيه وتحت الرعايه الصحيه خاصها دير شي مسائل في التلفزه للناس، خاصها توعويه باش الناس يزيدوا، خاص دابا التقليد على وزير الثقافه انه يزيد يضاعف وزير الثقافه هو اللي خاصو يروج للناس، يروج للناس على المسرح. فاكيد نتمنوا مشكور وزير الثقافه على مجهوده الكبير، شفنا مؤخرا فتحوا قاعات سينمائيه مجموعه من المدن المغربيه وبشكل كبير، فما شاء الله حتى هذا المسرح انضاف لقائمه المرشحين. بقى لهم العام الجاي 2016 غيكونوا مرشحين اخرين ان شاء الله يا رب. هذا هو اللي خاص غادي يشدوا المشعل. صحيح استاذ، شكرا لك على كل هذه التوضيحات، وتحياتي لك وشكرا لك. شكرا لك. هو جمال معتوم.